خلينا نروح مع حضراتكم بقى ايه لحكايتنا. كل يوم عندنا حدوته جديده وعندنا قصه جديده من قصص صباح دريم. النهارده ايه الحكايه اللي معانا؟ عارفين الديناميت اللي بيستخدموه بقى في الحروب والجبال والتفجير والحاجات دي؟ الديناميت ده في واحد اخترعه وصنعه وصدره للعالم كله كفكره وكتصنيع، وبعد كده الراجل ده حكايته من الحكايات الملفته على مدار التاريخ. هو بدأ بالحرب وبالنار وبالتفجير وانتهت قصته بالسلام. خلينا نشوف حكاية النهاردة ألفريد نوبل ونرجع نكمل معاكم في أحلى صباح في مصر. لم يكن في اعتقاد نوبل وهو يخترع الديناميت لإسعاد البشرية ومساعدتها على استخراج خيرات الطبيعة أن يتحول هذا الاختراع إلى أكبر وسيلة للقتل والتدمير وخراب البشرية، حتى قرر تصحيح معتقده وتسخير أمواله كوسيلة لصنع السلام. ولد ألفريد نوبل في 21 من أكتوبر عام 1833 في مدينة ستوكهولم، ووفر له والده فرصة تعلم جيدة من خلال مدرسين أكفاء في علوم الطبيعة والكيمياء واللغات والآداب. فما أن بلغ ألفريد 17 من عمره حتى أتقن 5 لغات، وهي السويدية والروسية والفرنسية والإنجليزية والألمانية. عمل والده على بناء مصنع بالقرب من مدينة ستوكهولم لتصنيع مادة نيتروجليسرين شديدة الانفجار. قام بتصنيع نحو 140 كيلوغراما من هذه المادة، ولكن المصنع انفجر عام 1864، وتسبب الانفجار في مقتل أخيه الأصغر إيميلا وأربعة من الكيميائيين والعمال. عمل ألفريد على ترويض وضبط استعمال مادة النيتروجليسرين، فتوصل إلى اختراع الديناميت في عام 1866 بغرض خدمة البشرية ومساعدة الإنسان في التوصل إلى استخراج خيرات الطبيعة من باطن الأرض، خاصة من المناجم. وحصل على براءة اختراعه، فتهافتت على شرائه شركات البناء والمناجم والجيوش، وانتشر استخدام الديناميت في جميع أنحاء العالم، حتى عمل ألفريد على التوسع في صناعة الديناميت بإنشاء عشرات المصانع والمعامل في 20 دولة، وجنى من وراء ذلك ثروة كبيرة جدا حتى أصبح من أغنى أغنياء العالم. تصور ألفريد بأنه بهذا الاختراع عمل على إسعاد البشرية، إلا أنه لم يستطع رسم تلك الصورة الوردية لأصابع الديناميت التي قام باختراعها، والتي تسببت بالفعل في كوارث بشرية في العديد من الحروب، حيث تهافتت عليها العديد من دول العالم، والتي لا تجد سلاحا جديدا إلا وتسعى وراءه من أجل استخدامه في فرض القوة والسيطرة على الآخرين وتحقيق رغباتها بالتملك وفرض النفوذ. وعندما تبين له خطأ مقصده، قرر في أواخر حياته أن يهب بعض ثروته لكل من يسهم في إسعاد ورخاء البشر، وتقديمها عبر جائزة نوبل لأكثر الناس إسعادا للبشرية في مجالات السلام والكيمياء والطب والفيزياء والأداب، والتي أضيف إليها الاقتصاد في عام 1969. مات ألفريد نوبل في 10 ديسمبر عام 1896 في مدينة سان ريمو الإيطالية وحيدا، وقد خلف وراءه ثروة طائلة قدرت بحوالي 30 مليون كورونا سويدية، ووصية باستثمار الجانب الأكبر من ثروته في مشروعات ربحية يتم من ريعها منح 5 جوائز سنوية لأكثر من أفاد البشرية في المجالات التي تمنح فيها الجائزة. ونكمل مع حضراتكم ونروح معاكم